هاتفيا النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب مقرر مساعد لجنة الاستثمار في الحوار الوطني. برحب بحضرتك معي عبرتان. أهلا وسهلا بسيادتك، خدمة تشرفنا. سيادة النائب، يعني خلال استقبال السيد الرئيس اليوم لمدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أكد سيادته أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن، ومن جانبها أكدت أن مصر أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية. كيف رصدتم بداية هذا الحراك والجهود الخاصة بملف الإصلاح الاقتصادي، وكيف سينعكس برأيكم على المواطن؟ أهم ما يعني يميز ما يحدث الآن على أرض مصر في هذه الخطوات الاستباقية التي تتحدث أمية، وأنها تظهر بأن مصر أصبحت في نظرة إيجابية أكثر من ما كان عليه منذ 5 سنوات ماضية، وأن معدل النمو في مصر سيادة النائب، يمكن أن تنتقل لمكان آخر لأنني لا أسمعك جيدا. كده الصوت واضح سيادتك؟ نعم، تفضل. طيب بقول لسيادتك، هو الأفضل ماشي، أفضل ما يحدث في هذه المقابلة وأفضل تصريحات هذه السيدة المحترمة رئيسة الصندوق، أن هذه التصريحات تأتي من مؤسسات عالمية ليست مؤسسات محلية، وبالتالي المصداقية فيها عالية للعالم كله. نحن لا نصطنع هذه الأخبار داخل مصر، هذه الأخبار تأتي على لسان رئيس الصندوق النقد الدولي، تأتي هذه التصريحات على وكالة فيتش، هي أكبر المؤسسات الائتمانية العالمية. عندما تصدر مثل هذه التصريحات، هذا يؤكد أن الاقتصاد المصري يعبر نحو الحقيقة، يعني مسارات حقيقية سليمة. اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح ومطلق، وأهمية توصيل رسالة صادقة واعدة صادقة إلى صندوق النقد الذي يتحدث بأن أولوية الرئاسة هي المواطن المصري، هذا هو ما دائما نأمله جميعا كشعب مصر وكنواب شعب مصر في الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الشفافية المطلقة، هذه الطريقة الواضحة تحترمها دول العالم، يحترمها الصندوق. نبشر المصريين بمراجعة الصندوق للالتزامات الخاصة بمصر النهاردة على لسانها، بتقول إن الحقيقة النمو في مصر زاد بشكل واضح جدا من 2.4 4.8 في وقت الحقيقه سميته بوقت الصدمات الاقتصاديه العالميه. نرى العالم كله في ازمات حقيقيه من ساعه الحرب الروسيه حتى العدوان على غزه وخلافه. مصر محاطه بالعديد من النيران القويه جدا والاشكاليات الكبرى الاقليميه، ولكنها صامده ثابته تسدد التزاماتها، ينمو اقتصادها، تحاول بقدر كبير جدا ان تسيطر على اسعار السوق. ليس لدينا سلعه واحده في جمهوريه مصر العربيه غير موجوده او مفقوده او الجمهور لا او الشعب لا يجدها. الحقيقه بنتحدث على استقرار متزن في ظروف صعبه جدا. سيادة النائب، حضرتك تحدثت عن معدل النمو 4.2% وهو ما جاء على لسان مديرة صندوق النقد الدولي، وتحدثت هي أيضا عن انخفاض التضخم في مصر إلى 17% بنهاية العام المالي. إلى أي مدى نحن قريبون من تحقيق هذه النسب؟ هذه النسب وهذه المستهدفات هي حققت بالفعل، وكنا العام الماضي كان معدل نمو 2.4، أصبح هذا العام 4.2 الحقيقه، يعني ضاعفنا معدل النمو في مصر في ظروف زي ما قلت لسيادتك ظروف صعبه جدا. صحيح. بنتكلم على ان حجم الدين الخارجي لمصر انخفض، يعني انت بتسدد دين خارجي، بترفع معدل النمو عندك، انت بتوفر كل السلع والمؤونات، بتعمل شبكه حمايه اجتماعيه كبيره جدا في ظل هذه الظروف الصعبه، بالرغم من ان الموارد الاساسيه بالنسبه لنا زي قناه السويس نظرا للظرف الاقليمي اللي بيمر حولها طبعا اثر على اقتصاد مصر. في ظل كل هذا انت لازلت اقتصاد مبشر، ويتحدث عنه المؤسسات العالميه الماليه بانه ايجابي ومستقر لسنوات قادمه. هذا يعني مش عايز اقول اعجاز، ولكن الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وقياده سياسيه حكيمه بتعبر بنا بر الامان خطوه تلو الاخرى. اهميه حدوث المراجعه الرابعه سياده النائب لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، والتي ستبدا يوم الثلاثاء المقبل بحسب التصريحات. لسه رئيس الصندوق متجدد لها من منذ ايام قليله، وبالرغم من ذلك تاتي الى مصر فورا لانها ترى ان المشروع المصري مشروع ناجح للصندوق ذاته. الالتزام المصري وتجاوب المصريين مع الصندوق والوضوح اللي كنا فيه، وان المصريين بخطوات اصلاحيه حقيقيه، هي الصندوق ينعم بهذه الفرصه، هو ايضا يستفيد بان لديه تجربه حقيقيه، ان الاقتصاد كان عنده اشكاليه كبيره منذ ثوره 2011 حتى الان. نعم. ويعبرها بهذه السهوله في ظل هذه المعطيات الاقتصاديه العالميه،
الحقيقه لا نقدر نقول طبعا ان دي يعني اهم حاجه حصلت الفتره اللي فاتت كلها. اللي بيعطل كلامنا سيادتك مش كلامنا احنا كمحليين ولا كخبراء اقتصاديين محليين، لا احنا بنشوف المؤسسات العالميه الدوليه بتقر هذا الكلام، هذا هو الواقع الحقيقي، هذا هو كيف يرانا العالم. أشكرك جزيل الشكر معالي النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب مقرر مساعد لجنة الاستثمار في الحوار الوطني لجميع هذه الإيضاحات.